وللمزيد والإضافة معنا هاتفيا من دمشق الكاتب والمحلل السياسي أستاذ خليل محمود. أهلا بك سيد خليل على أون لايف. بالتأكيد أنه ليس بالصدفة زيارة جون بولتون لموسكو ولقائه مع وزير الخارجية الروسي وإجراء محادثات حول جنوب غرب سوريا في هذا التوقيت تحديدا. هل يمكن أن نتكهن بأنه هناك موافقة روسية أمريكية على العملية العسكرية للقوات السورية في جنوب غرب سوريا؟ تحية لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. القرار العسكري في معركة درعا والصيداء هو قرار من القيادة السورية بكل تأكيد. القيادة السورية القيادة العسكرية تحديدا هي التي تحدد عندما يكون هناك خطر من الإرهابيين على المدنيين على أهالي هذه المنطقة، فإن القيادة العسكرية السورية هي التي تقرر وتنفذ هذا القرار. ولذلك ليس هناك أي دولة روسي أو أمريكي في اتخاذ القرار. زيارة جون بولتون إلى موسكو الملف السوري جزء من هذه العلاقات تشوبها رغم الخلافات، لكن ما يجري في جنوب سوريا في منطقة درعا تحديدا وريفها وريف السويداء هناك انتهاكات من مجموعة جبهة نصرة الإرهابية تنظيم جبهة نصرة فإن من الضروري أن يرد الجيش العربي السوري على هذا العدوان المدعوم إسرائيليا وأمريكيا وحتى من بعض الأنظمة الخليجية من تحديدا من النظام السعودي وأردن. ولذلك الجيش العربي السوري يقوم بواجبه الوطني، الجيش العربي السوري ينفذ جزء من القرارات المتحدة التي اعتبرت جبهة نصرة الإرهابية وداعش هي ضمن المنظمات الإرهابية التي يجب محاربتها، ولكن للأسف هناك دول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تقدم الدعم لهذه التنظيمات الإرهابية بهدف عرقلة الحل السياسي في المنطقة في سوريا. ولذلك كان الصهيوني له مصلحة في أن تبقى الأزمة في جنوب سوريا، وهو الذي يمد جبهة نصرة الإرهابية بالأسلحة لكي تنفذ مشاريعها في منطقة جنوبية من سوريا. كما نعلم أن الدكتور بشار جعفري أشار في كلمته منذ ساعات إلى أن هناك على مواقع الجيش العربي السوري. كما نعلم أن هذه المجموعات الإرهابية تشن هجمات على مواقع الجيش العربي السوري بدعم أمريكي، كما أن هجمات الإرهابية جبهة نصرة على المناطق السكنية على القرى وعلى المناطق الأهلية والمدنيين في جنوب سوريا تحظى بدعم إسرائيلي. فإذا هنا السؤال أي دولة متحدة يجب أن تكون هذه المسألة في صب اهتمامات الأمريكية الروسية. نأمل أن يكون الروسي يضع الأمريكي أمام التزاماته وينفذ القرار الدولي، القرارات الدولية جميعها اعتبرت جبهة نصرة وداعش متنظمة إرهابية. والكمان الحل هو حل سياسي، لكن الجيش العربي السوري يقوم بواجبه في الدفاع عن المدنيين، ومن وظيفه الجيش العربي السوري وواجبه ان يحرر جميع الاراضي السوريه كما اشار الدكتور جعفر في كلمته. نعم، اشكرك شكرا جزيلا من دمشق الكاتب والمحلل السياسي خليل محمود.